بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 83 بعد 100. الحمد لله المتفضل بجميع النعم لا نحصي ثناء عليه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما قاله الغزالي في كتابه منهاج العابدين من أن العبد لا يلزمه طلب الرزق لأن الرزق من فعل الله، ولا يقدر العبد على تحصيله لأن الرزق إما قوت وغذاء وهو مضمون، وإما شيء زائد على ذلك فلا حاجة للعبد إليه، وإنما حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمانه. قال الشيخ: هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس، ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذا، وأن الكسب يكون واجبا تارة ومستحبا تارة ومكروها تارة ومباحا تارة ومحرما تارة، فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن شيء منه واجب، كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم. والسبب الذي أمر العبد والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته وطاعته له ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم. ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، يقول إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ولهذا جاء في الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل عليه فقط، بل أمر مع التوكل عليه بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر. فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا، كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضي الله عليه دون التوكل كان ضالا، إلى أن قال: وما أظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها. فكما قال: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمر الله. وهذه المسألة مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. فقيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك في الصحيحين عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون،
أفيما جفت الأقلام وطويت الصحف؟ وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقا نسترقي بها وتقا نتقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فالالتفات إلى الأسباب شرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض، وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار، فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وأكابر المشايخ هو حمل الزاد، لما في ذلك من طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل ونفع الناس. وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد، وقد رد الأكابر هذا القول، وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة. فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالط. الله سبحانه وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد أن يرزقه وهو لا بد أن يرزقه ما عمر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.